والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فلقد قامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر الصوم ذلكم الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وامتثالا للامر الالهي بوجوب الصوم عند شهود شهر رمضان وذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري رؤيه هلال هذا الشهر بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر شعبان حيث قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الافتاء المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألف من الهجرة. الموافق الواحد والعشرين من شهر مارس لعام الفين وثلاثة وعشرين من الميلاد وذلك بواسطة اللجان الشرعية واللجان العلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة تحقق لدينا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2023 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يكون يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس لعام الفين وثلاثة وعشرين من الميلاد، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 من الهجرة. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ونتمنى لسيادته دوام الصحه والعافيه والتوفيق، كما نتقدم بخالص التهنئه للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربيه والاسلاميه، وملوكها وامرائها، وللمسلمين كافه في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى ان يعيد على مصر وعليهم جميعا امثال هذه الايام المباركه بالامن والامان والسلم والسلام، واليمن والخير والبركات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته